أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد خطوة هامة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية. الوصلة اللي ما بين مصر والسعودية اللي تقدر تتعامل لغاية 3000 ميجا دي وصلة أساسية ومهمة جدا، وإن شاء الله لما هتنتهي وفي خلال يمكن مرحلة أولى في خلال 36 شهر وبعدين ينتهي بكاملها على 52 شهر هتبقى يعني تعزيز شديد جدا للخطة العامة لعملية ربط الدول العربية ببعضها. مصر في الوقت الحالي مربوطة مع الأردن ومربوطة مع ليبيا ومربوطة مع السودان، طبعا في قدرات مختلفة، احنا بنتمنى أيضا إن احنا نقوي هذه القدرات. احنا رابطين مع الأردن نستطيع تبادل لغايه 450 ميجا وات، رابطين مع ليبيا احنا بنقدر ياخد دلوقتي 100 150 ميجا، لكن احنا برضه في سبيلنا بننظر لدراسه كيف نزود قدرات هذا الخط. ايضا رابطين مع السودان وبياخدوا حوالي 80 ميجا، في بعض الاضافات تضاف الى الشبكه في السودان الشقيق لو تم اضافتها، وهي حاليا تم التعاقد على المدات اللي تضاف فيها تستطيع رفع هذا القدره من 80 ميجا توصل الى 300 ميجا بنفس الخط اللي موجود حاليا.